في الملعب يضحك أطفال ويغني عصفور، فانهض يا طفل التوحد من صمت مكسور. هيدا عالمنا يوميا 9 صباحا بتوقيت بيروت بعادة 5 بعد الظهر، معي أنا دكتورة شفيقة منصور غربية عرض تموز الإلكتروني. حبي أنت وهمي أنت، فما غيرك في البال، أنا لا أخجل بك يا طفلي يا أحلى الأطفال. يسعد أوقاتكم أعزائي المستمعين، معكم دكتورة شفيقة منصور غربية استشاري تعليم وتحليل سلوكي ولغوي. بعدنا مكملين معكم بالأكواثيرابي ونشاط السباحة مع أولادنا المميزين، واليوم حيكون معنا جادو. شفناه بحلقات سابقة، جادو الأمور، حنشوف كيف عم نشتغل معه على Desensitize Program. بتعرفوا هذا البرنامج اللي حكينا عنه بحلقات سابقة، كيف منخفف التحسس أو فوبيا من شيء معين، المي مسقعة أو مستغرب أنه مسبحة جديدة عليه. فكنا عم نشتغل معه لجادو، لأنه كان كل ما يشوف المسبح يبادر أنه يصير يصرخ، ما بده ينزل. فحنشوف بالفيديوهات المرفقة بالحلقة، حتشوفوه بالرابط، حنشوف مس شروق وهي عم بتقرب جادو لعند مس لونا. مس لونا كانت واقفة بقلب المسبح وكانت تعيط له لجادو، تقول له جادو تعال عندي وتلي ايديا مي وتحط ايديا على بطونه وتقول له برافو لما يتجاوب معه. كل بشكل تدريجي مثل ما حكينا بحلقاتنا السابقة كيف منستخدم برنامج Desensitize لنخلي أولادنا يتعلموا مهارات هني بحاجة لاكتسابها حتى يقوموا بالنشاطات اللي مطلوبة منهم أو بتعبي لهم وقتهم. كمان حنشوف جادو صار مع محاولات متكررة ينزل شوي شوي بالماء، في فيديو بس نزل بالماء بلش يصرخ. عملنا إعادة توجيه، ومثل ما حكينا بالحلقات السابقة ببرنامج Desensitize Program نرجع خطوات لورا وبشكل تدريجي منرجع منقرب جادو على المسبح، وبعدين بتشوفوا جادو الأمور عم ينزل بالمسبح وهو مبسوط وعم يعمل سبلاشينج بالماي. منشوف كمان جادو مع مسيزي عم يتبع خطوات التطبيش بإجري، يعمل موشن تاع السباحة. كمان منشوفه مع مستر محمد كيف عم بينط بالبركة، هو متحمس ويقول له 1 2 3 وينط بقلب البركة. كمان كيف بيطلع من البركة مع مساعدة بسيطة من سارة، بعدين بصير يسبح مع مستر محمد وسارة وجينيفر، وأنا بكون معهم بالمي وبتبع تعليماتي حتى من مسافة ليسبح باتجاهي. بتشوفوا جادو كيف عم بيقعد بقلب الدولاب وعم يبرم بناء على تعليمات 1 2 3. بتعرفوا نحن مندخل بأنشطة تفاعلية ضمن نشاط السباحة لأنه لازم أولادنا نعمم لهم مهارات متعددة. بتشوفوا كمان لجادو كيف عم يسبح بدون فواشات بكل استقلالية وعم بتبع تعليمات الماما، هي عم تحكي وعم يسبح باتجاهها. حكينا اليوم عن جادو الأمور، اشتقنا لك كتير يا جادو، إن شاء الله مشوفك قريبا أنت والماما. وتحياتنا لكم، كانت معكم دكتورة شفيقة منصور غربية، إلى اللقاء غدا بحلقة جديدة من راديو تموز الإلكتروني، إلى اللقاء. في الملعب يضحك أطفال ويغني عصفور، فانهض يا طفل التوحد من صمت مكسور. هيدا عالمنا يوميا 9 صباحا بتوقيت بيروت بعادة 5 بعد الظهر، معي أنا دكتورة شفيقة منصور غربية عرض تموز الإلكتروني. حبي أنت وهمي أنت، فما غيرك في البال، أنا لا أخجل بك يا طفلي يا أحلى الأطفال.